رسالة أولى محطاتنا لليوم رح تكون مع السلبية، هي الكلمة يلي بترافق كتير من أوقاتنا. يمكن نحصل على السلبية من موقف معين، من أشخاص معينين، يمكن يكون أسلوب حياة. أكيد هذا الأسلوب عم يأثر على أدائنا، عم يأثر على سلوكنا، وحتى يمكن على تقبلنا للآخر، تقبلنا للحياة. مثل ما قلنا نحن عطلة، فكيف بدنا نحافظ على هي الطاقة الإيجابية، وكيف نحن عن جد نبتعد عن الأشخاص السلبيين ونشحن حالنا بالطاقة الإيجابية؟ كل هاي المواضيع أكيد بتهم كل الناس، لأن كل الناس يمكن بتعاني من هاي السلبية. رح نحكي عن هذا الموضوع مع الأستاذة فاتن نظام، وحضرتك مدربة التنمية البشرية. يسعد صباحك يسعد صباحكم أستاذنا بأجواء العيد، فكل عام وأنت بألف وانتم خير. بخير، نعد عليكم. يسعد مخبارك؟ صباحك وأهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. وانتم بخير. يعني بالبداية بمر بحياتنا أشخاص من أطباع مختلفة، فنحن كيف بدنا نميز الشخص السلبي؟ مو ضروري اللي بينقي يكون سلبي، ولكن السلبية هي خلينا نقول شيء مكتسب بيصير، فكيف بدنا منهم الأشخاص السلبيين؟ أول شيء كلمة السلبية والشخص المتشائم والشخص اللي نحن عم نسمع طاقته سلبية وهي القصة، أول شيء هو الشخص اللي هو حقيقة ما عنده ثقة بحاله، هو عايش طول الوقت بقلق، حتى القلق ما هو بس خاص فيه، لا هو بينقله للأشخاص اللي مواجهه. هي الأخطر، يعني هو الشخص اللي مثلا عنده حالة نفسية معينة أو حزين أو هيك، إذا هو لساته متملكة ومسيطر عليها كشيء خاص أوكي، بس ما أنا أقول إنه شخص سلبي معناته هو عم ينقل بالعدوى للأشخاص اللي مواجهه. الشخص السلبي هو اللي من نوع اللي قلتي عليه البناء، هو مو شخص البناء، هو اللي دائما بيستكتر، او بمعنى لا نوع عدم استحقاق لا للنجاح لا الانجاز لاي موضوع، بياخده من الجانب التشاؤم، الجانب السوداوي. يعني باي مشروع اذا نالك مثلا في عنا مشروع، فهو ما بيطلع على الطاوله، بيطلع انه ايه في غبره او نقطه صغيره سوداء، فهو هيك من هذا المنطلق دائما نظرته تشاؤميه للمواضيع. فانت ما تنقول انه شخص سلبي تماما، هو الشخص اللي بيسحب لك طاقتك الايجابيه. نعم. يلي نحن لازم تكون على القليله مشان تاخذ الاكسجين بشكل سليم، يعني على الاقل شيء. يعني لما نحكي عن السلبيه في اشخاص بنقول عنهم نكديين، او اشخاص يمكن هيك الله خالقهم، معقوله تكون هي السلبيه طبيعه حياه؟ يعني خلص نستسلم انه هذا الشخص هيك طبيعته، ولا لا؟ في اطباع عنا، هلا كل شخص له نمط سلوك، في عنده شخصيات، بس لانه مثلا هو نكدي او سلبي هيك اول ما خلق، لا. هلا في عنا بيكون في اسباب، يعني احيانا يمكن في موقف مثلا بحياته مارر فيه جارحه كثير، احيانا مواقف بالعمل، احيانا مواقف بالدراسه، دائما بيكون شيء سلبي مثلا، او مثلا فرصه دائما في مثلا نقول حظ يمكن اقل، او مثلا ما قدر يوصل للفاينل بالوقت. فانت هي عباره عن ظروف بتكون عم بتحيط فيه، فهو بس بيعيش بهالتوتر، ولكن هذا التوتر اللي هو ما بيخليه على مثلا مرحله مثلا دراسه او مرحله عمل، لا هو بيخليه مثل ما بقول على كل جوانب كل حياته. فهذا الشخص هذا اللي بنقول حقيقة هذا حالة خطيرة جدا. ما انت تصير السلبية هي عبارة عن نوعية حياة، هي سلوك، اسلوب حياة. يعني انت تفكيرك بأي موضوع سلبي حتى هو بالشكل المحيط مع الأشخاص هو متعب إلك، يعني هو من نوع اسلوبه دائما اول ما بده يحكي معك بيعطيك الاخبار السيئه، يعني انه سمعته في الخبر الفلاني، فهو اول شيء بصير بيستقطب الاسلوب الاخبار السيئه. دائما هو بشكك بحاله انه عن جد انه مبسوطه، شو مبسوطه انه ليش مثلا طلع على الشمس بس هي بتحرق. فهو بيعطيك الشغلات الجوانب السلبيه، احيانا حتى بيحسسك من نوع انه انت مالك احسن من حدا، مثلك مثل غيرك، يعني حتى النجاح اللي انت بتكون محققتيه تمام، فهو من نوع بيخليكي انه مثلك في مليون واحد مثلك، فانت بخفف لك حتى من نوعيه او حتى من اسلوب صحه النجاح. صحيح. استاذه فاتن، يمكن حكيتي بالبدايه كلمه كثير مهمه انه الاشخاص السلبيين بينقلوا العدوى، ولكن خلينا نحكي بالاتجاه الايجابي. في حال الشخص عرف انه هذا الشخص اللي مقابله انه هو انسان سلبي، كيف فيه يعمل كيف فيه حتى يساعده شوي انه معلش خفف هذا الشيء، كيف فيه ينقل له الشيء الايجابي؟ خلينا نقول تكون العدوى الايجابيه هي الاقوى تماما، كيف فينا نتحصن من هذا الشيء وشوي ممكن نساعده؟ اهلا، نحن الشخص السلبي دائما في قاعده كثير مهمه بنقول نحن الصاحب ساحب،
كثير انت بدك تنتبهي لهذا الموضوع. يعني احيانا انت بتكوني قاعده مع مجموعه هو باسلوب الحديث تمام، انت بصير عندك تماما بيعدي، يعني خلصت الحديث وخلصت القعده ورحت على بيتك، فانت بترجعي يا واجعك راسك يا مريضه قوي انه يا على هالحياه صح والله حق معهم، فانت بتنتهي القصه كلياتها عندك للاخير. بالنسبه لمين كيف بدي ساعدهم هدول الاشخاص، نحن في عنا اسلوب، يعني نحن بتتعاطي معهم باسلوب اخذ ورد، بس بنفس الوقت دائما في شيء اسمه تعاطف ولكن لا تتاثري، بمعنى انه هو انت بس تعطي هذا الشخص تتعاملي معه فهو بصير بيعطيك مسببات ومبررات لا هيك كذا والى اخره، فانت هون الشخص اللي عنده طاقه ايجابيه هو لا يتاثر باي شيء سلبي، ما تكون انت بحصنه حالك بهذا الموضوع فانت على ثقه تماما انه ما حد يقرب لخطي. قلتي لي كيف بدنا نحمي حالنا، الحمايه هي شلون هلا قاعدين هلا انا وياكم مع تذكير كامل تمام، فهي انت قد ما بيحكي الشخص اللي مواجهك انت من نوع تلقائيه ابتسامة بسيطة، نفس الوقت لا تركزي معه صحيح. يعني هو عم يتحدث وعم يحاكيكي والوضع وكذا وضغط وحاختنق وكذا، ابتسامة بسيطة بتهزي براسك، وبنفس الوقت لا تعطي التركيز، اللي نحن بنقول التواصل البصري هو من أقوى الشيء اللي هو بيسحب معك التركيز وبياخد مثل ما نقول نحن مصاصين الطاقة، دائما تركيز يمين ويسار، حتى تسكير الايدين هي بتعطيك كمان من نوع حمايه لحالك. تسكير الهاله صحيح. يعني احنا ما بدنا نحكي كثير حكي وردي، بالنهايه احنا عايشين بواقع وفي ضغوط، فنحن يمكن اللي عم نحكي اوقات رح نتحول لاشخاص سلبيين. بدنا نحكي عن درجات السلبيه، ايمت اليوم هي الدرجه بتصير يمكن توصل لمرحله الاذى وبصير بدها متابعه او طريقه تعامل او علاج مختلفه. هي الفكره كلياتنا كل واحد عنده ضغوط مختلفه، يعني انا عندي ضغوط انت عندك ضغوط، بس انا كل واحد تختلف اسلوب الضغوط اسلوب التعاطي، بس هو شو الشطاره، الشطاره من عندك الك انت كيف بتتقبلي كل ما هو جديد، هي واحد. اثنين كثير مثل هي الكاسه اللي هلا قدامنا، هذا هو اسلوب التفكير الايجابي، مثلا كاستك انت فاضي شوي فانا بقول لك هي ليك شو قديش فاضي كاستك، بس ما بتطلع قديش هي مليئه. هاي الاسلوب اللي نحن دائما طلع انت بالشيء الايجابي، بس هي لتثمر اكثر، لان هي دائما السواد هو ما انت تحطي اي نقطه سوداء بتتفاقم بتكبر النقطه، بتكبر النقطه السوداء، اما انت ما تشتغلي على الابيض اكثر، ما انت تشتغلي على التفكير الايجابي، فهو قد ما كان كلياتنا في ايام حلوه وفي ايام بنزعل فيها، بس في عالم اللي بتزعل فيها واللي بتشعر مثلا بالالم بتخلي كل حياتها انا كل حياتي ظلام وعذاب بتحط هاني شاكر، بس هي الفكره الاساسيه ما تقول انه انت الفرح هو انه يوم هيك ويوم هيك، اكيد كلياتنا عنا اسلوب، بس هو توازنك انت اسلوب تفكيرك هذا اللي بنشتغل عليه، وهذا حقيقه اسلوب التفكير خلينا نعطيه احيانا بالتربيه الصح، يعني هي كمان التربيه الخاطئه بتعطي كمان تفكير سلبي، يعني انه ما بيطلع من ايدك شيء، ما بيزبط معك شيء الى اخره، التربيه الخاطئه كمان بتلعب، فانت من عند الصغر اسسي صح فبيطلع تفكير صح. صحيح. يمكن الدعم اللي بيقدمه الاهل بالبيت خلينا نقول الطفل لسه ما كبر هو بيأثر على صحته النفسيه. خلينا نحكي عن المكان، دائما نحن من خلال عملنا من خلال تواجد جدنا بأماكن معينة مكان العمل، خلينا نقول في أشخاص سلبيين وأشخاص إيجابيين، يمكن نحن نكون من الأشخاص السلبيين، ما عم نقول نحن عم نحكي تماما مو نحن الإيجابيين وغيرنا السلبي، لا ممكن نحن أحيانا يجي نهار علينا نعطي الطاقة السلبية لكل اللي حوالينا والعكس صحيح. كيف فينا هيك شوي نخفف من هي الحدة، كيف فينا نتعامل ونتأقلم مع المحيط فينا، يعني بقدر المستطاع. دائما في عنا شيء اسمه مزاجية الطبع، يعني لما مثلا في اشخاص المزاجية تبعهم نحن في عنا شيء سلبي وايجابي، في عنا هدول اللي شوي هيك وشوي هيك، هدول اخطر شيء تمام. يعني هلا الشخص السلبي خلاص هذا انت بتعرفيه سلبي، فانت يمكن يا تتجنبيه او مثلا بتساعديه مرة اثنين ثلاثة، او مثلا انه اجى فلان خلص بنطلع كلياتنا، هي هيك الفكرة. اما الشخص اللي هو هاي المزاجية اللي هو يوم هيك ويوم هيك او ساعة هيك وساعة هيك، فهذا الخطير، فانت هون بدك تشتغلي على قياس انت مثلا يوميا بدك تشوفيه، طب انا هذا يوميا بدي اتعامل معه، فانت هون بدك تعملي الحمايه لإلك، بمعنى انه انت بتحكي بتاخذي بتعطي، بس بنفس الوقت بتعملي مثل كلوز، يعني ما بتفتحي نهائيا. نحن كثير مهم دائما باي شخص
مو باول اللي نحن بالنسبه باتيكيت العلاقات العامه نحن ما بنشتغل فورا اوبن بالعلاقات، انا بعمل كلوز بشوف شو هي مدى العلاقه، شو هي مدى الاسلوب، كيف التفكير، وبعدين بتحكي بالشكل السليم. نحن دائما كمان حتى باسلوب التعاطي اللي نحن دائما على مراحل، يعني انت الذكاء نقول الذكاء الاجتماعي بده يكون عندك حتى بالتعاطي مع الشخصيات اللي هي مثلا اذا هذا الشخص يمكن مو هو هيك يوم هيك ويوم هيك، تبتدي تتعاطي معه باسلوب انه طب شو اللي زعجك مشان هي انت شوي تريحي، لان هو كتر الضغط. احدى التقنيات فينا نسميها تقنيات، بس نحن في فكره كثير مهمه، انا بدي افرق كثير بين شخصين، بين الشخص اللي هو صديق او زميل عندك عم يحكي لك مثلا همه مشاكله، يعني كلياتنا عندنا ضغوط ومشاكل، هذا مو شخص سلبي. الشخص السلبي اللي هو فقط اللي بيجي بناء ويلي بيحكي ويلي مثلا بيسود لك كل شيء بالمواضيع، دائما احنا بدنا نفرق بين هدول الشخصيات، مو اي شخص والله بده يحكي لك مشكلته إيه انت سلبي يلا الله معك، لا هذا بيكون في زماله في حديث، اما الشخص السلبي اللي بيعطيكي دائما اسود ودائما بيعطيكي انه خلصت الدنيا وكلياتنا انتهينا. صحيح صحيح، يمكن حتى بتموت من النقاط اللي كنت عم تحكي فيها. صحيح، بضل بفكر بدي موت، بدي ما عاد بدي اعيش، خلصت الحياه. يعني كنا عم نحكي عن بعض الصفات لهذا الشخص السلبي. في حاله نحن عندنا دائما بالمجتمع بتكون حوالينا بقول لها لسالي انا تعبانه، بتقولي انا تعبانه اكثر منك، انا جوعان انا جوعان اكثر منك، هذا شيء سلبي ولا نوع فيني اقول من المزايده بده يكون؟ انا حكيت انا شغلتين. لا والله سلبي. لا هي شيء سلبي، بعدين تعود انه مو بس انت، لو انا يعني كمان. انا لا تزعلي مثلا في ناس انا مثلا ما معي مصاري، وانا يمكن اكثر كمان ما معي، يعني هي الشغله هي شو بيعمل هذا الشيء ابدا مو سليم، لانه هي عباره عن ذبذبه، يعني انت عم تعملي عم تروجي لحالك انه انا جوعانه انا تعبانه انا كذا، فكلمه تعبانه انا نعسانه اما شو بقول لك يا والله مبين عليكي وشك مبين تعبان، انت اليوم غير، فانت بلا شعور صارت انت حاله حقيقيه انت صار معك، فهي لا هي نوعها سلبيه ابدا، لا مزايده ابدا، هي ولا مسايره انه والله عم سايرك انا تعبانه والله انا كمان مثلك تعبانه عنك يعني. تماما، مثلا قولي انا حليانه انا حليانه كمان هيك احلى، بس انه تعبانه لا صعبه. يمكن خطوات دائما بنحكي عنها استاذه فاتن، مثل انه في الصبح تطلعي هيك بالمرايه، سبحان الله لو كنت تعبانه شوي بتقولي انا كثير مرتاحه، لو كنت مو نايمه غير ساعتين نفس الشيء انا كثير مرتاحه. فقديش هيدا القصه ممكن تعطينا طاقه لنهار كله، مع انه صدقيني بنكون كثير تعبانين، بس انه مجرد ما نقول لا نحن منا تعبانين، يمكن هي نحن لحالنا ممكن نعطي طاقه. هذا القرار الذاتي، هي اسمها البرمجه الذاتيه. تمام، خلينا نحكي بداخلك. يعني هي الفكره الاساسيه قبل ما نحن نفيق الصبح، هي امتى بصير الواحد شخص سلبي كثير؟ ما انت بالليل تصيري تفكري بالموقف اللي صار معك طول الوقت وتتعايشي فيه، فبصير عندك نوع من الخوف نوع من التوتر، فانت ما تنمتي انت نمتي بس العقل الباطن هو ما نام. صحيح. هو طول الوقت عم يشتغل، فانت هذا اللي بيخليك الصبح تفيقي معكره، فانت بتقولي انه ليش فايقه معكره؟ لانك انت نايمه اساسا معكره، وحتى انت عم بتتعايشي فيه بكل مشاعرك. نحن امتى بتكون زياده الامور عم بتضايقك؟ ما انت والمشاعر تعيشي الموقف، يعني انت ما بتتذكر الموقف، انت بتتذكر المشاعر حقيقه، يعني اي شيء موقف مؤلم كذا تعي تذكر انت الموقف شو صار، لا انت بتتذكر المشاعر اللي اذتك وجرحتيها بالضبط. فانت بدك تفيقي صح، هو قرار، يعني انت بدك تفيقي دائما قبل ما تنامي انا بدي عندي انجازات كثير، عندي اهداف كثير، نهاري حلو، فانت شو عملتي؟ برمجتي حالك لتاني يوم حتفيقي بطاقه، حتى بتقولي انه انا عندي نشاط، عندي حياتي، عندي كذا، فحتفيقي بكل الانرجي، وحتكوني اكيد دائما نحن بنقول المشاعر بتزيد السعاده والتفاؤل هي الحماس، انت تتحمسي على شغلك، تتحمسي على جامعتك، تتحمسي على بيتك، فانت قدر الامكان حتعيشي بالحياه افضل. نعم. نفس الوقت ايسر بالمواضيع كلها. نعم. يعني بختام فقرتنا حابين ناخذ منك شويه نصائح اليوم، كيف ممكن نحن نواجه الحياه، شويه تمارين ممكن تفيدنا لنتخلص شوي من السلبيه هيك نتحلى بالايجابيه اكثر. اول شيء نحن ما تنقول خلينا نعطي التمارين، في عنا محل التمارين اللي هي دائما بنقول عليها هي نوع من البرمجه الذاتيه اللي انت بتشتغلي على حالك مشان انت تكون قادره على تقبل كل ما هو شيء جديد قدامك. دائما احنا في عنا دائما في عنا قناعه انت كل ما كنت شخصيه مرنه تتقبلي اي شيء قدامك، ما تكون الشخصيه المتشنجه هي كمان تتعب. بنقول نحن انه دائما تذكر المواقف اللي انت حققتي فيها النجاح بحياتك. نعم. عيشي هي المشاعر 100%،
اي شيء بصير قدامك تمام، انت صار في عندك نوع من السوداويه او انت مثلا انه الامور ما عم تزبط معك، تذكريها لهي المشاعر، كثير مهم تعيش المشاعر وتذكريها، فانت حتتوافق معك وحتصيري افضل. اثنين، نحن التفكير الايجابي دائما بنقول انه ما عليه، في اشخاص اكيد كل واحد يا في اشخاص بنقول يا الله شو طاقتك شو ايجابيه شو قعدتك حلوه، ونحن دائما بنحب الاشخاص الايجابيين ما بنحب الاشخاص السلبيين، لانه هو بيساعدك انه اخذت الاكسجين صح، انبسطتي، قعدتك الى اخره. فانت لازم تحددي، كثير حلو انه نحن نحدد الاشخاص يلي هنن اللي بدي اتعامل معهم خلال هذا الاسبوع، على القليل يكونوا في نصهم ايجابيين وسلبيين، حاول نخفف علاقتنا معهم، مو كثير صعب. ولا تزعلي انه انت والله قطعتي الاشخاص السلبيين، في كثير اشخاص بيقولوا لك هن اقارب، هن عايشين يمكن معي بالبيت عم بيعملوا لي، فانت بتعملي انه مثل ما حكيت تعاطفي، بس لا تتاثري قد ما حكوا، وقفي عند هذا الموضوع. يعني مثل ما حكيتي، واحيانا نرمين بعض الخسارات هي ربح لنا، بتكون أكيد. ربح لذاتنا لشخصيتنا. اكيد النصائح اللي قدمتيها هي كثير مهمه، واكيد نقول لكل الاشخاص انه الثقه بالنفس والذات ما تخلي حدا ياثر عليك. يعني مو اذا حدا قال لك انه انت اليوم ما انك طالعه حلوه، لا انت حلوه بتعرفي حالك حلوه، يمكن دائما هدول نبعد مثل ما قلتي فاتن، قلتي كلمة كتير مهمة انه احنا نبعد هذه الافكار عنا. بدنا نتشكرك، ان شاء الله نهارك كله طاقة ايجابية، والاشخاص اللي نحن منقابلهم وبتقابلهم يكونوا كمان طاقتهم ايجابية. شكرا كتير لك، كل عام وانت بخير. وانتم بخير، نعد عليكم. مدربة التنمية البشرية استاذة فاتن نظام، شكرا كتير لك. يسعد صباحكم.